كثير من القاهرة والناس. نشرة صباحية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس يشدد على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. غضب القاهرة من واشنطن، حديث المساء والصباح. اليوم مكتب التنسيق يغلق أبوابه. انطلاق بطولة الجمهورية للتنس بقناة السويس. أكتوبر والتونسي إغلاق جزئي للصيانة. درجات الحرارة ترجع إلى الخلف. إسرائيل تواصل إجراءاتها الاستفزازية بالأقصى. الحب فوق السبعين يشعل الفيسبوك. وإليكم تفاصيل النشرة. اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وإعلاء دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، وذلك خلال اجتماعه بالمستشار أحمد أبو العزم عقب أدائه اليمين القانونية بالأمس رئيسا جديدا لمجلس الدولة، حيث أكد الرئيس عن احترامه وتقديره للمجلس باعتباره أحد أعمدة القضاء المصرية وصرحا من صروح العدالة، مشيرا إلى ضرورة استمرار مجلس الدولة في العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم. وكان الرئيس قد منح كل من المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته، والمستشار سري الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. كما كان توبيخ القاهرة لواشنطن حديث الصحف المصرية والعربية، حيث أعربت الخارجية المصرية في بيان لها أمس عن استيائها من الصياغة المستخدمة في بيان الخارجية الأمريكية الخاص بتحديث إرشادات السفر إلى مصر. وقالت الخارجية إن سفارتنا في واشنطن نقلت رسالة استياء إلى الجانب الأمريكي، موضحة أن ما تضمنه البيان من ذكر أحداث إرهابية وقعت منذ سنوات دون الإشارة إلى تاريخ حدوثها يعطي انطباعا خاطئا لمن يقرأ البيان بأنه يشير إلى هجمات إرهابية حديثة، قائلة إن التمييز بين جماعات إرهابية وما أسماه البيان بجماعات معارضة سياسية عنيفة تمييز غير مقبول، لأن كل جماعة سياسية تستخدم العنف هي جماعة إرهابية. هذا وأكدت الخارجية أن ما تضمنه البيان حول أن الهجمات الإرهابية يمكن أن تحدث في أي مكان في مصر يفتقد إلى الدقة ويعطي انطباعا سلبيا خاطئا عن الوضع الأمني، بل ويتعارض مع إشارات أخرى واردة في البيان ذاته تشير إلى أن سلطات الأمن المصرية تكثف من تواجدها في المناطق السياحية والمناطق الاستراتيجية. وعبرت مصر عن اندهاشها من تحذير الخارجية الأمريكية من السفر إلى مصر، في حين لا تتعامل بالأسلوب نفسه مع دول أخرى تتعرض لهجمات واعتداءات إرهابية مماثلة. أعلنت وزارة التعليم عن غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب مرحلة التنسيق الأولى للثانوية العامة في 7 من مساء اليوم الجمعة، مؤكدة عدم وجود نية لمد فترة تنسيق طلاب المرحلة، فيما كشف سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بالوزارة أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى أكثر من 100,000 على الموقع الإلكتروني للتنسيق، موضحا أن مكتب التنسيق ليس مسؤولا عن تخلف الطالب عن التسجيل في المرحلة المخصصة له، قائلا المتخلفون عن التنسيق بأي من المراحل المحددة لا يلوموا إلا أنفسهم لأنهم لم يتفنى لهم تسجيل الرغبات مرة أخرى إلا بعد انتهاء كافة مراحل التنسيق الثلاث وانتظار وجود أماكن شاغرة بالكليات. تنظم هيئة قناة السويس اليوم وحتى 5 أغسطس المقبل بطولة الجمهورية المفتوحة للتنس تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك بملاعب نادي التنس التابعة للنادي العام لهيئة القناة. وتحظى البطولة بمشاركة عدد كبير من لاعبي التنس المحترفين والناشئين بأندية الجمهورية المختلفة، من بينهم المصنفين الأوائل على مستوى الجمهورية، حيث تندرج البطولة ضمن التصنيف الأول بجدول بطولات الاتحاد المصري للتنس. وتقام البطولة هذا العام تزامنا مع احتفالات قناة السويس بمرور 61 عاما على تأميمها في 26 من يوليو عام 56. تواصل شركة مصر للطيران غدا السبت تسجيل رحلاتها الجوية
إلى مدينة العالمين بالساحل الشمالي، والتي تستمر حتى نهاية موسم الصيف في 15 من سبتمبر المقبل. وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة ستقوم بتسيير رحلتين إلى العالمين يومي الخميس والسبت من كل أسبوع في إطار خطة تشجيع حركة السياحة الداخلية والربط بين مدن الجذب السياحي بعضها ببعض، وتيسيرا على المسافرين الذين يرغبون في قضاء إجازات الصيف وعطلات نهاية الأسبوع في منطقة الساحل الشمالي. وتبدأ الأسعار الرحلات من 800 جنيه للاتجاه الواحد و1600 جنيه ذهابا وعودة غير شاملة للضرائب والرسوم. تواصل محافظة الجيزة تنفيذ المرحلة الأولى من محور الملك عبد الله بطول 9 كيلومتر من إجمالي 15 كيلومتر من محور رود الفرج وحتى جامعة القاهرة. من جانبه شدد المحافظ اللواء كمال الدالي على رؤساء الأحياء الواقع بنطاقهم مسار المحور بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تتعرض تنفيذ المشروع، مشيرا إلى عقد لقاءات أسبوعية مع الجهات المرتبطة بالمشروع لتذليل أي عقبات والتنسيق معها. ومن المنتظر أن يحدث المشروع طفرة مرورية داخل المحافظة بتسهيل حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية وشارع البحر الأعلم وربطه بمحطات مترو الأنفاق ومحور رود الفرج. ومن المنتظر أن ينتهي العمل به وافتتاحه في 30 من يونيو المقبل. هذا وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبري أكتوبر أمام القادم من مدينة نصر في طريقه إلى ميدان رمسيس، ما يستلزم إغلاق الكوبري جزئيا لمدة يومين، حيث سيتم إجراء غلق جزئي للطريق مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات. كما تتواصل أعمال إصلاح فواصل كوبري التونسي للمتجه من محور نصر وصولا إلى محور الأوتوستراد، ما يستلزم إغلاق جزئي للطريق. وستكون أعمال إصلاح فواصل الكوبري بالحارة اليمنى في الاتجاه من القاهرة إلى حلوان على أن ينتهي أعمال الصيانة في 6 صباحا بعد غد الأحد. درجات الحرارة تواصل انخفاضها، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ورياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني تصعيد إجراءاتها الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، حيث فرضت حصارا أمنيا حول المسجد الأقصى في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين باقتحام المسجد على مدى الأيام السابقة. كانت صحيفة هرتس الإسرائيلية قد كشفت عن خطة صهيونية لضرب حل الدولتين، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تعد خطة استفسارية ذات تأثيرات استراتيجية للفصل بين مدينتي القدس ورام الله، تشمل إقامة 1100 وحدة استيطانية شمال شرق مدينة القدس، مما يوسع حدود المدينة للشرق ويسهم في تقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية ومنع التواصل الجغرافي بين أحياء من مدينة القدس الشرقية وبين الأحياء الجنوبية لمدينة رام الله. الحب بعد 70، فقد أثارت جلسة تصوير لزوجين مسنين تخطيا 70 من عمرهما إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهما في حالة رومانسية كبيرة على شاطئ البحر. وتداول مستخدمو الموقع جلسة التصوير مصحوبة بتعليقات تعبر عن إعجابهم الشديد بها، مؤكدين أنها تثبت أن الحب والوفاء لا يوجد لهما سن محدد. وقال أحد المسلمين: عمري ما شفت جلسة تصوير بهذا الجمال. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.